هنكمل يا شباب على المحاضرة اللي فاتت. احنا كنا خدنا درس العدادات او الكاونترز، وكنا صنفناهم لصنفين. كان في حاجة اسمها سينكرونس كاونتر او عداد تزامني، وفي اسينكرونس او ريبل كاونتر اللي هو عداد موجي. وقلنا الفرق بين الاثنين ان في حالة العداد التزامني فنبضة الكلوك بولس اللي بتيجي بتدخل على كل الفليب فلوبس المكونة العداد في نفس الوقت، فدي بتعمل تزامن في الدايرة، يعني كل الفليب فلوبس بتشتغل في نفس الزمن، فعشان كده يسموه عداد تزامني. العداد الريبل اللي بيسميه عداد موجي، مصدر الكلوك بولس اللي مؤثر على الفليب فلوبس الخاصه بالعداد مختلف، يعني ممكن الفليب فلوب الاولانيه واخده من المصدر الاصلي الكلوك جنريتور، الثانيه واخده من مكان ثاني، ازاي لسه هنشوف. المهم ان مفيش تزامن في الدايره، يعني كل فليب فلوب بتشتغل ملهاش دعوه بالثانيه، فعشان كده سموه عداد موجي. خدنا المحاضرة اللي فاتت أو بدأنا في تصميم العدادات التزامنية أو السينكرونس كاونترز، وقلنا إن هو تصميمه بيمشي بنفس الإطار أو نفس البروسيدور بتاع الدوائر السيكونشال العادية أو الدوائر التتابعية العادية، تمام كده؟ يعني مثلا أنا ممكن أديك مسألة أقول لك مثلا باستخدام التي فليب فلوب صمم عداد بالسيكونس ده 0 1 4 6 7، طبعا أنا بديك أي سيكونس. العداد ممكن يعد بأي سيكونس، تمام؟ يعني مش شرط يعد 0 1 2 3 4 وهكذا. تمام، مش شرط يعد بالترتيب. هو مديك هنا عداد بيقول لك 0 1 4 6 7. فالخطوات كانت ببساطه، اول خطوه كنا بنحسب حجم العداد. حجم العداد يعني فيه كام فليب فلوب، تمام. فكل اللي بيحصل انا بكتب السيكونس بتاعي 0 1 4 6 7 زي ما هو قال لي، وياخد اكبر عده اكبر كاونت موجوده في الكاونت سيكونس اللي هي في حالتنا 7، وامثلها بالباينر واشوف محتاجه كام فليب فلوب عشان تظهر. فالسبعه زي ما احنا عارفين ثلاث وحايد، يعني محتاجه ثلاثه فليب فلوب، اذا ده ثلاثه بيت كاونتر في ثلاثه فليب فلوب. وقلنا المحاضره اللي فاتت ليه بناخد اكبر عده؟ لان طالما اكبر عده عايزه ثلاثه فليب فلوب او ثلاث سلوك عشان تظهر، اكيد اي عده اصغر الثلاث سلوك دول او الثلاثه فليب فلوب كافيين لاظهارها. فكده خلاص حسبنا حجم العداد ثلاثه بيت كاونتر في ثلاثه فليب فلوب. الخطوه الثانيه بنرسم الستيت دايجرام، لان انت عارف عشان تصمم اي دايره سيكونشال والكاونتر دايره سيكونشال فلازم يكون معاك الستيت دايجرام بتاعها. فبنعمل ستيت دايجرام، وده اسهل ستيت دايجرام، لان في الواقع انت بتاخد الكاونت سيكونس بتاعك وبتحطه في دوائر اللي هو الستيتس بتاعت العداد او حالات العداد او حالات الدايره، وتبدا تمثلها بالباينري. ادي الحاله صفر، طبعا بتمثل بثلاثه فليب فلوب لان العداد ثلاثه بت اي بي سي، 0 1 4 6 7 ل 0 1 4 6 7. والعداد زي ما قلنا دايره لا محتاجه انبوت ولا اوتبوت، لان هو كده كده ماشي في سيكونس متعارف عليه، كل ما يشتغل هيمشي في نفس السيكونس، مش محتاج منك اشاره انبوت، مش محتاج منك توجيه، لان كده كده الصفر بعدها واحد والواحد بعدها اربعه والاربعه بعدها سته، كده كده ماشي في نفس السيكونس، هتلاقي الايه الشكل بتاعه بالطريقه اللي قدام سعادتك دي، تمام. طيب بعد ما عملت الكاونت سيكونس او الستيت دايجرام، هتبدا بعد كده تعمل حاجه اسمها السيستم تيبل، اللي هو فيه الستيت تيبل اللي انتوا عارفينه، اللي هو بريزنت سيت زائد انبوت، نيكست سيت زائد اوتبوت، وبتزود عليه الفليب فلوب انبوت. هو بيقول لك صمم بالتي فليب فلوب، اذا عندي تي اي وتي بي وتي سي. في الواقع ما فيش انبوت وما فيش اوتبوت، فالقصه ببساطه ده البريزنت ستيت وده النكست ستيت. فطبعا الموضوع بسيط قوي، لو العده اللي عندي صفر هيبقى بعدها ايه، طبعا ما تقلفش الصفر، تبص على الكاونت سيكونس بعديه واحد، او تبص هنا صفر بعديه واحد اهو، الصفر بعديه واحد اهو. طب والواحد بعديه ايه؟ بعديه اربعه، الواحد بعديه اربعه اهو. طب والاثنين بعديها ايه؟ ما فيش اثنين، ما فيش اثنين في الكاونت سيكونس، اذا الاثنين بعديها دونت كير اي حاجه، اصلا دي عده مش هتظهر، فبعدها ايه؟ هي اصلا مش هتظهر. طيب الثلاثه بعدها ايه؟ برضه هتتفاجئ ان الثلاثه مش موجوده في السيكونس، فبرضه بعديها دونت كير. طب الاربعه بعدها ايه؟ الاربعه بعدها سته اهي، واحد واحد صفر. طب الخمسه بعدها ايه؟ هتلاقي الخمسه برضه مش موجوده، اذا بعدها دونت كير. السته بعدها ايه؟ بعدها سبعه. والسبعه بعدها ايه؟ طبعا بعد ما السيكونس بيخلص بيرجع تاني لايه؟ القيمه الاصليه اللي هي صفر. بعد كده بحدد التي اي والتي بي والتي سي، تمام كده؟ طبعا المفروض بتعمل الاكزايتيشن تيبل بتاع التي فليب فلوب، لكن طبعا التي ما بتحتاجش، يعني طبعا معروفه وايه يعني واضحه وسهله. فبنقول لو صفر بريزنت ستيت، بص على ايه؟ على الفليب فلوب ايه؟ صفر، وعايزه تبقى صفر. طبعا مش عايز تعكس هتحط صفر. صفر تبقى صفر، مش عايز تعكس صفر وتبقى اي حاجه يبقى سوري صفر وتبقى واحد. طبعا انت هنا عايز تعكس هتبقى هنا واحد، صح؟ تمام. صفر وتبقى اي حاجه يبقى اي حاجه، صفر وتبقى اي حاجه تبقى اي حاجه، واحد ويبقى واحد مش عايز تعكس، واحد ويبقى اي حاجه حط اي حاجه،
واحد وهيبقى واحد مش عايز تعكس، واحد وهيبقى صفر عايز تعكس. واللي عملته الفليب فلوب ايه تعمله اللي بيه؟ صفر هتبقى صفر مش عايز تعكس مش عايز تعكس، واحد واحد يبقى اي حاجه يبقى اي حاجه، صفر هتبقى واحد يعني عايز تعكس، صفر هتبقى اي حاجه يبقى اي حاجه، واحد وهيبقى واحد مش عايز تعكس، واحد وهيبقى صفر عايز تعكس. بالنسبه للسي نفس الكلام، صفر هتبقى واحد يبقى دي واحد واحد، دونت كير دونت كير، صفر هتبقى صفر مش عايز تعكس، واحد هتبقى دونت كير تبقى دونت كير، صفر هتبقى واحد واحد وهيبقى صفر يبقى هنا واحد. بعد ما جبت التي اي تي بي وتي سي للانبوتس بتاعه الفليب فلوبس، هتبتدي بقى تختصرهم وترسم الدايره بتاعتك. لما تيجي تختصر التي اي صفر واحد دونت كير دونت كير، ادي صفر واحد دونت كير دونت كير، صفر دونت كير صفر واحد، صفر دونت كير صفر واحد، طبعا هتاخد الاربعه دول مع بعض هيبقى بالنسبه لك عباره عن سي. التي بي صفرين دونت كير دونت كير، صفر صفر دونت كير دونت كير، واحد دونت كير صفر واحد، واحد دونت كير صفر واحد، طبعا هتاخد ده مع ده وده مع ده، او ممكن يبقى ده مع ده برضه تمشي معاك مفيش مشكله تمام. فلو مشينا هنا كانك بتقول A B complement، A B complement، or الاثنين دول معناهم B C. ال T C هتبقى 1 1 don't care don't care، 1 1 don't care don't care، 0 don't care 1 1، 0 don't care 1 1. هو طبعا هنا الاختصار الاربعه دول كده مع بعض والاربعه دول كده مع بعض. الأربعة دول كده معناهم A complement، والأربعة دول كده معناهم زائد B. بعد كده هتبتدي ترسم الدايرة بتاعتك. أدي التلاتة فليب فلوب A B C، الـ T A بتساوي C خلاص تمام، الـ T B بتساوي A B complement، أدي A B complement تعملها كده عادي ما قلناش مفيش مشكلة، و B C أهو. الـ T C بتساوي A complement and B. طبعًا الكلام ده خدناه المحاضره اللي فاتت، انا قلت بس اراجع على ما بيت زمايلكم يجوا، فالكلام ده احنا خدناه اصلا، المساله دي خدنا اصعب منها كمان. لكن المساله دي بقى فيها حته جديده، يعني لو انت حليت كده، لو انت حليت كده تنقص. طب ليه؟ في حته انا ما قلتهاش في صيغه السؤال، استنيت لغايه ما ايه معظم زمايلكم يجوا. اقرا بقى صيغه السؤال دي كده، انا ما بقولكش ديزاين سينكرونس كاونتر وذ السيكونس كذا، ما بقولكش صمم عداد تزامني بالسيكونس كذا عشان تحل كده. كده تاخد نص الدرجه. ليه بقى؟ بص بقى اقرا بقى شوف السؤال كويس. ديزاين سيلف ديزاين سينكرونس سيلف ستارتنج كاونتر. سيلف ستارتنج دي حته جديده بقى ما خدناش. ركز بقى معايا. لو حليت كده تاخد نص الدرجه. تحل كده امتى؟ لو قلت لك ديزاين سينكرونس كاونتر وذ السيكونس كذا. صمم عداد تزامني بالسيكونس كذا بتمشي بالطريقه دي صح زي الفل. لكن لو قلت لك ديزاين سيلف ستارتنج لا دي قصه ثانيه. يعني ايه سيلف ستارتنج كاونتر بقى؟ العداد اللي انت مصممه ده عداد مش حلو. تقول لي مش حلو ليه يا عم؟ هو بيعد اهو. يعني بيعد غلط؟ لا بيعد صح. طب مش حلو ليه؟ العداد ده الديزاين بتاعته بنسميه باد ديزاين. هتقول لي باد ديزاين ليه؟ مش هو اللي هيعد بالسيكونس ده؟ هقول لك اه. يعني بيعد صح؟ هقول لك ايوه. هتقول لي امال وحش ليه؟ ايه المشكله فيه؟ اقول لك ايه المشكله. المشكله مش فيه هو، فيك انت. لان وانت بتصمم استسهلت. هتقولي استسهلت يعني ايه؟ يعني قلت ان العده 2 مش موجوده في السيكونس، اذا لو ظهرت تروح لاي حاجه مش كده؟ والعده 3 مش موجوده في السيكونس، اذا لو ظهرت تروح لاي حاجه. التصميم صح، بس ده يعمل مشكله في الدايره. ليه بقى؟ ركز معايا. انا معاك ان العداد كده كده شغال بالسيكونس ده، يعني 0 1 4 6 7 وماشي بالسيكونس ده، لكن ممكن يحصل اي خطا في الدايره لاي سبب من الاسباب، فولت عالي شويه، اي مشكله في الدايره يطلع من السيكونس بتاعه بره. يعني يطلع بره؟ يعني المفروض ان العدات اللي موجوده في السيكونس دي اللي هي الصفر والواحد والاربعه والسته والسبعه بنسميها اليوزد ستيتس، الحالات المستخدمه اللي هو العداد بيستخدمها. لكن ما تنساش ان العداد ده 3 بيت كاونتر، يعني بيعد كام عده؟ بيعد 8 عدات صح؟ بيعد المفروض 3 بيت، بيعد من صفر لغايه كام؟ لغايه 7، يعني في عندك 8 عدات، الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة. هو استخدم الصفر والواحد والأربعة والستة والسبعة وما استخدمش الاثنين والثلاثة والخمسة. فالعدات اللي موجودة جوه السيكونس بنسميها اليوز ستيتس، اللي بره بنسميها انيوز ستيتس. فأنا معاك إن هو كل كلوك بس عمال يلف هنا، بص بص شغالة، بص بقى ممكن يحصل أي خطأ في الدايرة يوم يطلع بره الواحدة من دول. يعني مثلا فجأة يظهر العداد اثنين. ممكن تحصل أو ممكن تحصل. ممكن.
يعني انا معاك ان هو ماشي بالسيكونس ده، بس ممكن اي ايرور في الدايره يطلعه بره. طب الفكره بقى دلوقتي لو طلع بره هيعرف يرجع تاني يمشي بالسيكونس بتاعه، ولا هيقعد يتنطط بين الايه العدات اللي بره؟ دي الفكره بقى. يعني ايه سيلف ستارتنج؟ سيلف ستارتنج كاونتر هو عداد اذا طلع بره السيكونس بتاعه لاي سبب من الاسباب يعرف يرجع تاني. يعني ايه؟ يعني لو فجاه ظهر عليه اثنين، لو اديته كلوك بالص او اثنين يرجع تاني، مثلا يرجع للصفر او يرجع للواحد ويبدا يرجع تاني للسيكونس. لكن النون سيلف ستارتنج كاونتر هو العداد اللي برضه بيعد في السيكونس بتاعه، بس لو طلع لاي سبب من الاسباب ما بيعرفش يرجع تاني. هتقولي ما يعرفش يرجع تاني يعني ايه؟ يعني مثلا لو طلع للاثنين، والاثنين لو اديته كلوك بالص مثلا تروح للثلاثه، يا دي النيله ده بره برضه. والثلاثة لو اديته كلوك بالص مثلا يروح للخمسة، والخمسة اديته كلوك بالص راح للايه؟ اوبا دي بقى مشكلة. عارف يعني ايه؟ يعني لو العداد طلع لأي عدة من دول هيفضل يلف بره وما يعرفش يرجع تاني. ده اسمه ايه بقى؟ نون سيلف ستارتنج كاونت. باللي انت عملته ده انك بتقول لو ظهرت العدة اثنين هيبقى النيجاتيف بتاعها أي حاجة، ولو ظهرت العدة ثلاثة هيبقى أي حاجة، فأنت اديت فرصة للعداد إنه لو راح لاثنين يروح لأي حاجة. مش فارقة. طبعا دي الدونت كير دي سهلت عليك، لان الدونت كير في الايه في الماب سهلت، فده كده ما تضمنش. ممكن يبقى سيلف وممكن يبقى نون سيلف. لكن لما اقول لك صممه يبقى سيلف ستارتنج، يبقى شاطر اللي يقول لي بقى اعمل ايه في التصميم. اللي عايز بس يصور الاول، يصور ده التصميم العادي اهو. لكن ده لو حليته تاخد نص الدرجه. ده النورمال ديزاين، هكتب لك كده نورمال اهو عشان تبقى عارف. ده كده نورمال ديزاين، تصميم العادي. تعال بقى نصممه يبقى سيلف ستارتنج، شوف هنعمل فيه ايه. فكر كده قول لي نعمل ايه. دي مساله عاديه. عشان يبقى سيلف ستارتنج بقى ترغمه، خلي بالك من الحته دي، ترغمه انه لو طلع لاي عده بره في الان يوزد يدخل تاني. طب ازاي بقى؟ ايوه، نخلي النيكس ست بتاعه الان يوزد. يعني ايه؟ يعني مثلا اقول له والله لو طلع الاثنين يبقى النيكس بتاعتها مثلا صفر مثلا. ما هو انسى ان لو طلع الاثنين اديته كلوك بالص راح للصفر يبقى هيرجع تاني يلف هنا. ومثلا الثلاثه مثلا يبقى بعديها مثلا واحد. واحد يقول لك لا انا اخلي الثلاثه بعدها صفر، برضه صح. والخمسه مثلا بعديها اربعه، او بعديها واحد، او بعد اي حاجه. المهم ان ايه؟ ان تبقى النيكس بتاعتها حاجه جوه الايه؟ جوه السيكونس. ما تبقاش اي حاجه. مثلا ممكن نخليه واحد برضه، ده برضه سيلف ستارت. ده سيلف ستارتنج ليه بقى؟ ده معناه ان هو بيلف كده زي الفل، مفيش مشكله خالص. لكن لو طلع لاي طلع لدي، بص هتديله كلوك بس هيجي هنا وبعد كده يرجع تاني يلف. طب لو طلع لدي ماشي، اديله كلوك بس هيجي هنا ويرجع يلف. فده اسمه سيلف ستارتنج كاونت. بس ما تتخدعش. يعني ايه؟ يعني العداد ده اهو، العداد اللي انا هكتبه لك ده اهو، سيلف ستارت. هتقولي سيلف ستارتنج ازاي؟ ده لو طلع الاثنين بعديها ثلاثه يعني بره، ماشي مش مشكله. بس اصبر شويه، الثلاثه لو اديته كلوك بالص هيروح للخمسه، والخمسه هتدخل فين؟ الواحد، يبقى له سكه يدخل. مش مهم تبقى سكه مباشره. ده كمان سيلف ستارتنج على فكره. انه لو طلع مثلا الاثنين اديله كده كذا كلوك بالص هتلاقيه يدخل. بص اثنين ثلاثه خمسه واحد، يبقى يرجع يلف هنا ثاني. براحتك. المهم يبقى كل عده من ان يوزد ليها سكه ايه؟ تدخل في الايه؟ في السيكونس مره ثانيه. وده السبب ان في على سبيل المثال ساعه رقميه تلاقي فيها ساعه غاليه قوي، وتلاقي ساعه ايه ب 2 جنيه، مش كده؟ ليه؟ هو العداد اللي موجود في الساعه الرقميه بتاع الثواني مثلا بيعد من كام لكام؟ من واحد، من صفر ل 59، صح؟ بس فجاه لو البطاريه ضعفت، الفولت قل، يعني تلاقي بقى ايه؟ ظهر مثلا 99، مش كده؟ ايه 99؟ ده العداد اصلا بيعد من 0 ل 59، ايه 99 دي؟ وتيجي تظبط فيه والله ما هيظبط. تيجي تحركه يبقى يرجع مثلا يبقى 55، بعد كده تلاقيه بقى 67، ايه يا عم العداد لبخ ليه؟ لانه متصمم غلط. متصمم يبقى نون سيلف، يعني لو طلع بره ما يدخلش تاني. تمام؟ طيب يبقى لو انت هتعيد تصميم هذا العداد عشان يبقى سيلف ستارتنج، طبعا انا في الامتحان اول ما بلاك عملت كده، ده هو خلاص ده صح، بقوم عامل صح على طول. لانك انت فاهم تحب نحلها كده صح برضه. عايز تخليها مثلا كده، ماشي برضه صح، دي برضه سيلف ستارت. ده دي لها سكه، دي لها سكه، دي لها سكه، ما اي حاجه. المهم يبقى الان يوز دي لها سكه تدخل. ان شاء الله كلهم يروحوا لعده واحد. عايزهم كلهم يروحوا لواحد؟
يعني دي كده برضه تيجي هنا برضه صح. طيب لو انا اشتغل كده ماشي هيبقى ايه؟ بص كده الاثنين بعديها ايه؟ الاثنين بعديها مش اي حاجه يا حبيبي، الاثنين بعديها كام؟ بعديها واحد، ده حسب الفرضيه دي، حسب ما انا عامل كده يعني. طيب والثلاثه بعديها ايه؟ الثلاثه بعديها خمسه، برضه ده حسب الفرضيه اللي انا عاملها دي. طب ينفع الثلاثه الخمسه الثلاثه مثلا يبقى بعديها سبعه؟ اه طالما دخل ماشي. طيب والخمسه دي يبقى بعديها كام؟ حسب ما انا عامل هنا هيبقى بعديها واحد. طبعا بناء على هذه الفرضيه هتشال كل الدونت كيرس دي، وطبعا هيبقى لها اسقاط في الماب مش حلو، لان الدونت كير كان احسن لك. تمام بس ماشي، بس ده بس ما هو مش كل، مش هتاخد كل حاجه بقى، بس ده بقى اسمه عدات سيلف ستارتنج. هنا بقى بص بقى صفر هتبقى صفر، يبقى انت دي هتبقى صفر مش عايز عكس، صح كده؟ واحد هتبقى صفر، هنا بقى واحد، صفر هتبقى واحد، يبقى دي بقت واحد. صفر هتبقى واحد يبقى عايز تعكس، واحد وهتبقى صفر يبقى عايز تعكس، واحد وهتبقى واحد مش عايز تعكس، واحد وهتبقى صفر عايز تعكس، صفر وهتبقى صفر مش عايز تعكس، واحد وهتبقى واحد مش عايز تعكس. بناء على كده هيبقى طبعا ماب ثانيه خالص بقى، هيبقى ماب ثانيه خالص. بس التصميم ده سيلف ستارت، بعيدا ان هو هيبقى اصعب، ممكن يبقى مكلف اكتر شويه، بس هيبقى سيلف ستارت اهو. اهو. طيب الاولاني 0 1 0 1 0 1 0 1 والله ده بقى احسن. صدق ان هو برضه هو سي. طب كويس، شوف شوف يعني سبحان الله جت صدفه يعني. طيب التي دي صفرين واحدين، طبعا ده هتبقى سي بقى زي اللي فاتت 0 1 0 1 0 1 0 1. هي الاثنين اللي كان هنا اثنين بونت كير. وصدفه، دي صدفه يعني والله مش قصدها فعلا يعني. اي التي دي صفرين واحدين، صفرين اهو واحدين، واحد صفرين واحد، واحد صفرين واحد. طبعا هنا طبعا هتبقى اصعب، هتضطر تاخد ده لوحده والاثنين دول مع بعض، والاثنين دول مع بعض، الاثنين دول مع بعض معناهم بي سي اهي موجوده، الاثنين دول مع بعض معناها ايه؟ كومبلمنت بي، ايه كومبلمنت بي زائد ده لوحده هيبقى A B كومبلمنت C كومبلمنت، A B كومبلمنت C كومبلمنت. أصعب طبعا، ده طبيعي. ال T C 1 1 1 أدي 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 هيبقى الاثنين دول مع بعض، والاثنين دول مع بعض، والاثنين دول مع بعض. طبعا هيبقى هنا بقى الاثنين دول معناهم A كومبلمنت B كومبلمنت، الاثنين دول مع بعض معناهم بي سي كومبلمنت، الاثنين دول مع بعض معناهم اي بي. وتبدا بقى ترسم الايه؟ الدايره بتاعتك اهي. هتبقى اي كومبلمنت بي، ودي بي سي، وفي هنا كمان اندايه نعملها حتى بلون ثاني عشان تبقى ايه؟ مختلفه، لان ده الاختلاف يعني بين التصميمين اهو. هنا A B كومبلمنت C كومبلمنت. الدايره طبعا هتبقى اعقد يعني. طبعا هنا برضو هيبقى مختلف عن اللي فات اهو. هنا في عندك اور جيت اهي، عليها ثلاث اندات، ادي اند ودي الثانيه ودي الثالثه. الاولانيه A كومبلمنت B كومبلمنت، A كومبلمنت B كومبلمنت، والثانيه B كومبلمنت C. البي سي هنا اهو، في هنا بي سي وهنا بي سي، فممكن دي كده اهو تبقى هنا على طول اهي. هنا في بي سي، اه دي بي سي كومبلمنت، ماشي مش هتنفع خلاص، يبقى اند برضو بي سي كومبلمنت، اي كومبلمنت بي كومبلمنت، والثانيه هتبقى اي دي، مفيش حاجه مشتركه، ماشي اي دي. ماشي يا شباب اهو. طبعا التصميم ده اعقد من الثاني، بس ده سيلف ستارتنج كاونتر. ماشي يا شباب، يبقى لو قلت لك صمم عداد يبقى سيلف ستارتنج، هتحط اليوز سيس وتشتغل، وتحط الان يوز وتخليها تدخل فين؟ في السيكونس بتاعك، وتكمل التصميم بتاعك، مفيش فيه مشكله. اللي عايز يصور يا جماعه عشان نمسك. تاخد بالك من دي عشان بتيجي في الامتحانات وبلاقي الناس حلوها عليا، الاقي طبعا ينقص درجات على الفاضي. طيب ده لو انت عايز تصمم عداد
له سيكونس خاص. هتقولي يعني ايه سيكونس خاص؟ يعني المفروض ان العداد بيعد عادي، بيعد 0 1 2 3 4. انت هنا طريقه التصميم دي لو انت عايز تعمل عداد بيعد بطريقه معينه، حلو. لكن لو جينا نبص بقى على العدادات الموجوده في الاي سي هات، فدي عدادات بتبقى عدادات عامه. عامه يعني ايه؟ يعني العداد العادي اللي هو بيعد ورا بعضه وبيعد حسب حجمه. بتقول يعني بيعد ورا بعضه مفهومه، يعني بيعد 0 1 2 3 4 ده كده بيعد ورا بعض سواء اب او داون. يعني داون يبقى يعد بقى ايه مثلا 7 6 وهكذا، لكن بيعد حسب حجمه. يعني ايه؟ يعني ال 3 بت كاونتر يعد من الصفر للسبعه لو هو اب، يعد الاعداد كلها، مش زي العداد ده. ما هو ده العداد برضه 3 بت كاونتر، بس ما بيعدش الايه الثمان عدات كلهم، بيعد عدات معينه وفي عدات ما بيعدهاش. لكن العدادات الموجوده في السوق بيعد ورا بعضه وبيعد حسب حجمه. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك مثلا 4 بت كاونتر يبقى بيعد من 0 ل 15، يعدهم كلهم ال 16 عد. 3 بت كاونتر بيبقى بيعد من 0 ل 7 كلهم. لكن لو افترضت قلت لك عداد مثلا عايزه يعد من 0 ل 5، لا ده عداد خاص، ده تصممه بالطريقه دي، لان ده المفروض 3 بت كاونتر، لان الخمسه زي ما انت عارف اكبر عده كده، صح؟ فال 3 بت كاونتر يبقى المفروض بيعد من 0 لغايه 7، ده بيعد من 0 ل 5، بيعد ورا بعضه بس ما بيعدش حسب حجمه. المفروض ان هو 3 بت يعد من 0 ل 7، اذا العداد ده يتصمم بالطريقه دي. ده عداد خاص. طب تعالى نصمم العدادات العامه بقى اللي هي اللي موجوده في الاي سي هات. تصميمها في الاي سي بيتم ازاي؟ العدادات العامه اللي موجوده في السوق تصميمها ظريف قوي. انا مثلا هقول لك درو، طبعا دي بتيجي مساله درو، درو 4 بت اب سينكرونس كاونتر. ده عداد عام 4 بت، يعني فيه 4 فليب فلوب، يبقى بيعد من 0 ل 2 اس 4 ناقص 1، مش زي القانون بتاع الكاونتر بيعد من 0 ل 2 اس ان، حيث ان ده حجم العداد ناقص 1، فمن 0 ل 15، يبقى بص 0 1 2 3 4 لغايه ال 15 اهو، بيعد ورا بعضه بيعد حسب حجمه، ما بنقولش حاجه. طب بيتصمم ازاي بقى؟ تصميمه ظريف قوي. بياخد كل فليب فلوب لوحدها، هنا عندي 4 فليب فلوب، اي نود اي 1 2 اي 3، هو هيصممه مره بالجي كي ومره بالتي، هيرسمه على طول على فكره من غير تصميم ومن غير اي حاجه، ده سهل قوي. هياخد كل فليب فلوب منفصله، يعني الفليب فلوب الاولى اللي هي الاي نود ده السيكونس بتاعها 0 1 0 1 0 1 وهكذا اهي، اللي هي دي يوصل لها الجي والكي بتوعها عشان تعد بالسيكونس ده. والفليب فلوب الثانيه اللي هي اي 1 هو عايزها تعد بالطريقه دي، ركز معايا عشان خاطري، صفرين وحدين صفرين وحدين، فياخدها لوحدها يوصل لها الجي والكي بتوعها جايين منين عشان لما يجي لها نقطة طلوب بلس تمشي بالسيكونس ده اهو. ونفس الكلام ايه 3 هيوصل لها الجي والكي بتوعها، يعني مش عارفين دي بقى هل دي جايه من هنا ولا دي جايه من، هنشوف الجي والكي دي جايه منين عشان الاي 2 ده اهي السلك ده اهو يمشي بالسيكونس ده. ونفس الكلام بالنسبه لاي 3. فواحده واحده كده مع بعض وركز معايا. مبدئيا العداد ده انتوا عارفين، عارف العداد له طرف اسمه كاونت، فاكرينه؟ بيعمل ايه الكاونت ده بقى؟ لو بواحد كل ما تيجي نقطه كلوب بلس يعد، مش كده؟ مش ده زرار العد زي زرار اللود بتاع الكاونت بتاع الريجستر، زرار اللود فاكرينه؟ واحد يحمل صفر ما يحملش. فالكاونت ده المفروض ان هو طبعا قيمته بواحد عشان يعد، ركز معايا. ففي هنا واحد، اصحى بقى معايا شويه دلوقتي عشان العداد يعد. بص لي بقى دلوقتي على، سيبك من كل دول، بص لي على الفليب فلوب ده، هتلاقيها انها بتعكس امتى؟ بص كده بتقلب هنا صح؟ وبعد كده بتقلب هنا كمان وبتقلب، لا ده كل اما تيجي نبضة كلوب بالس عايزها تقلب صح؟ ملاحظ؟ طيب مبدئيا عشان هي تقلب كل نبضة كلوب بالس المفروض ان انا احط على الطرفين بتوعها ايه؟ واحدين، مش الجي كي عشان تقلب احط واحدين. فانا عشان الفليب فلوب دي تمشي 0 1 0 1 0 1 0 1 بالسيكونس ده، هو كل ما تيجي نبضة كلوب بالس النبضة كده كده جايه، فهي عايزه يتحط عليها هنا واحدين مقتنعين عشان تمشي بالسيكونس ده. طب اجيب الواحدين دول منين؟ مش الكاونت هنا بواحد؟ اذا لو جيت وصلت طرف الكاونت اللي هو بواحد على السلكين بتوع الجي والكي اهي، تصدق ان كل نقطه كلوك بالس هتلاقي السلك ده يمشي بنفس السيكونس ده؟ مش مصدق اهو، حط هنا الاول صفر. طبعا هنا واحد، يبقى هنا كده كده في واحدين صح؟ النبضه لما تيجي صفر هيبقى ايه؟ قول لي كده معايا. واحد. طب النبضه اللي بعديه هيبقى صفر. ما هو هنا في واحدين ثابتين.
طب والنبضه اللي بعديه 1 0 1 0 1 اهو نفس السيكونس اهو. حلو، ادي اول واحده، شفت سهله ازاي؟ طب يا ترى اللي بعديها بقى، يا ترى دي اوصل الجي والتي ازاي عشان تمشي بالسيكونس ده؟ ركز معايا الاول، هتلاقيها بتقلب هنا صح؟ وبتقلب هنا صح؟ مش كده؟ اه استنى بقى، مبدئيا هي عشان تقلب او هي عشان تقلب عايزه واحدين، بس المشكله بقى اجيب لها الواحدين هنا، لو جبتها من هنا بالكاونت هتلاقي الواحدين دول ثابتين على طول، وبالتالي هتمشي برضه 0 1 0 1 مش كده؟ طب يعني اوصل الواحدين هنا امتى؟ بص ركز معايا قوي، اوصل الواحدين هنا امتى؟ هتلاقي لو لاحظت هي دايما بتقلب لما يكون اللي قبليها بواحد، ملاحظ كده، بص لما كان دي بواحد قامت قلبه، بص لما كان اللي قبليها بصفر ما قلبتش، خدت بالك؟ طب اشمعنى قلبت هنا؟ اصل اللي قبليها كان بواحد. ايوه بص قامت قلبه اهي. طب هنا ليه ما قلبتش؟ اصل اللي قبليها كان بصفر. طب هنا قلبت ليه؟ لا ايه ده قاعده. ده فعلا بتقلب لما يكون اللي قبليها، بص اهي والله ما بنقلش، تمام كده؟ هتلاقي دايما بتقلب لما يكون اللي قبليها بكام؟ اللي قبليها بواحد. اذا عايز اوصل هنا واحدين امتى؟ اصحى بقى، طبعا طبعا لما الكاونت بواحد، ده اكيد ده ما فيش فيها كلام دي، و اللي قبليها تكون بايه؟ بواحد. واي يعني ايه؟ يعني اند جيت اهي صح؟ اللي قبليها واحد، ما دي اللي قبليها اهو، واللي قبليها بواحد. فلما يكون الكاونت بواحد واللي قبليها بواحد يوصل هنا واحدين صح؟ اقوم اوصله من اهو، تقوم الفليب فلوب اللي بعديها تقلب اهي. نقول تاني الاولانيه لاحظت ان السيكونس بتاعها بتقلب كل كلوك بالز، فخدت الواحد الاصلي اللي جاي من طرف الكاونت اللي لازم يكون بواحد عشان يعد، وصلته كده، فكده كده الواحدين دول ثابتين، فكل الكلوك بالز ده 0 1 0 1. لكن اللي بعديها بتقلب امتى؟ طبعا لما الكاونت بواحد طبعا اكيد، ونلاحظ ان بيكون بتقلب لما يكون اللي قبليها بواحد، فلما يكون الكاونت بواحد وده بواحد هيوصل هنا واحد، يقوم يوصل هنا واحدين، ده يقلب. اللي انت عملته ده اسمه 2 بيت كاونتر. مثلا ده اسمه ايه بقى؟ 2 بيت كاونتر. يبقى شاطر اللي يقول لي ال 2 بيت كاونتر ده بيعد من كام لكام؟ من 0 ل 3 صح؟ من 0 ل 3، يعني بيعد 0 1 2 3 وبعد 3 يرجع بالصفر، مش كده؟ اجربه لك لو مش مصدق، بص كده معايا. هنفترض ان عليه صفر الاول، اصحى معايا نشوف كده بيعد بالسيكونس ولا توصيلتنا غلط. مبدئيا الكاونت هنا بواحد، يبقى هنا كده في واحدين، هنا في صفر، يبقى اكيد هنا كده في صفرين، حد مش معايا؟ صح؟ ما هو هنا في صفر، يبقى الاند دي خدها صفر، يبقى هنا في صفرين صح؟ ادي بقى نبضة الكلوك بالص ونشوف ايه اللي هيحصل. هتيجي نبضة الكلوك بالص، هتيجي هنا تقول لا ده في واحدين، تقوم قلب الصفر يبقى واحد. وهتيجي هنا هتلاقي صفرين، صفرين يعني ايه؟ نو تشينج، يعني الصفر يفضل صفر، ايه رايك الصفر بقى بعدها واحد؟ صح؟ طب الواحد بعديه كام؟ بعديه اثنين، هتشوف مش مصدق؟ تعالى نشوف. تعال نشوف بعد الواحد ايه. طبعا الكاونت ده بواحد، بقى هنا في واحدين، هنا في واحد، وكمان هنا في واحد، واحد عند واحد بكام؟ بواحد. اذا هنا في ايه بقى؟ في واحدين. تيجي النبضه بقى، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هتيجي النبضه هنا، هنا في واحدين، هيقلب الصفر، هيبقى الواحد هيبقى صفر، انت اصلا مصمم عشان تمشي كده. النبضه هتيجي هنا، هتلاقي واحدين، هتقلب الواحد الصفر يبقى واحد، لا صفر واحد اثنين. طب بعد الاثنين كام؟ نجرب. الموجود دلوقتي على عدد اثنين، تعال نشوف دلوقتي الامبوس بتاعت الفليف فلوبس بكام؟ طبعا الكاونت دي بواحد، دي اصلا ثابت عليها الواحدين على طول، بس هنا دلوقتي في صفر. يبقى هنا كده في صفر، يبقى هنا في صفرين، ادي النبضه كده وتعال نشوف ايه اللي هيحصل. النبضه هتيجي هنا، واحدين هتقلب الصفر يبقى واحد. النبضه هتيجي هنا، صفرين هتفضل بكام؟ بواحد، اذا صفر واحد اثنين ثلاثه. وبعد الثلاثة صفر، مش مصدق هجربها لك برضه، شوف لدرجة إيه؟ شوف هجرب لك الأخيرة كمان، بعد الثلاثة صفر مش مصدق. تعال نحسب الأول الإنبوتس بتاعت الفليب فلوبس، هنا واحدين أنا عارف، هنا في كام؟ هنا في واحد. واحد أند واحد بواحد، يبقى هنا كده في واحدين، إدي النبضة بقى، هتيجي هنا واحدين، هتقلب الواحد يبقى صفر. وهتيجي هنا النبضة في نفس الوقت معادلة تزامني، واحدين تقلب الواحد يبقى صفر، بص صفر واحد اثنين ثلاثة، صفر واحد اثنين ثلاثة، وهكذا. 2 بيت كاونتر. طيب ايه اللي ما فهمش ليه؟ تعال نشوف اللي بعدها. يا ترى الفليب فلوب الثالثه دي اللي هي 2، انا عايزه تمشي بالسيكونس ده،
يا ترى اوصل الجي وكي بتوعها بايه بقى؟ اخد من هنا ولا من هنا، ولا احط اند ولا احط اور؟ هنشوف مع بعض. يبص كده، هو هيلاحظ انها بتقلب امتى؟ بص بص بتقلب هنا اهي، ركز بس معايا شوف بتقلب فين، وبتقلب هنا صح؟ هو طبعا لغايه 15 بس مش هكمل بقى. هيلاحظ ملاحظه جميله قوي انها بتقلب دايما لما يكون الاثنين في ليف روب اللي قبليها بواحد. بص عارف هي قلبت هنا ليه؟ لان دي بواحد ودي بواحد. طب ما قلبتش هنا ليه؟ هي سهله قبلها دي بواحد بس اللي قبلها بايه؟ بصفر. طب ما قلبتش هنا ليه؟ هي دي بواحد بس دي بصفر. هنا ما قلبتش الاثنين بصفر، اول ما يبقوا بواحدين تلاقيها تقلب. بص بص كده هنا كمان قلبت ليه؟ اهي لما كان الاثنين اللي قبلها بواحد قدامك اهي. استنى يعني تقلب، يعني عايز اوصل واحدين بس امتى بقى؟ عايز اوصل واحدين هنا امتى؟ طبعا لما الكاونت بواحد ده ما فيش فيه كلام ده. ودي بواحد اللي قبلها، وا دي وا يعني اند جيت ثانيه، وا كمان دي بواحد، وا يعني هنا كمان اند جيت ثاني. فلما يكون ده بواحد وده بواحد يوصل هنا واحد، وده كمان واحد يوصل هنا واحد. الواحد ده موصلينه كده اهو، هيوصل واحدين على الفليب فلوب تقوم بتقلب. يبقى دي بتقلب امتى؟ يوصل لها واحدين امتى؟ لما الكاونت بواحد ودي بواحد ودي بواحد يوصل هنا واحدين بتقلب. ده اسمه 3 بت كاونت. بيعد من كام لكام؟ من صفر لسبعه. جرب اللي انت عايزه. ده بيعد صفر واحد اثنين لغايه سبعه. قول لي اي عده وانا اجربها لك. عده واحده بس، مش هجرب الا واحده بس. قول لي اي عده. سبعه، هات حاجه في الوسط كده. خلاص سبعه، مش هكسر كلامك. سبعه اهو. السبعة بعدها الصفر. ماشي مش هكسر كلامك يا عم. تعال نشوف السبعة بعدها ايه. بص معايا عشان اعرف السبعة بعدها ايه، قبل ما ادي نبضة الكلوك بانس احسب الانبوتس بتاعة الفليب فلوبس عشان اعرف السبعة بعدها ايه. ما هو اللي بعدها بيجي بعد ما تيجي النبضة، بس قبل ما تيجي النبضة نشوف الاول الانبوتس ايه بكام عشان نعرف كل فليب فلوب هتعد ايه. فالكاونت هنا بواحد، يبقى هنا كده كده بواحدين مش مختلفين. هنا واحد وجاي من هنا واحد، واحد اند واحد بواحد، يبقى اذا هنا كمان في واحدين. طب هنا واحد وجاي من هنا واحد، اذا اند واحد اند واحد بواحد، اذا وصل لي هنا واحدين صح؟ هتيجي النبضه، جت النبضه هتيجي هنا واحدين تقلب الواحد يبقى صفر. هتيجي هنا في نفس الوقت في واحدين الواحد يبقى صفر. هتيجي هنا كمان الواحد يبقى صفر، اذا السبعه بعديها صفر. وجرب اي عدد. اللي ما فهمش دي بقى يبقى بيستهبل، لان الاي 3 بنفس الطريقه. انا عايز اوصل هنا واحدين عشان بيقلب امتى؟ بص هنا كده الاي 3 بتقلب امتى؟ هتلاقي بتقلب هنا اهو، وفي قلبه ثانيه تحت من ال 15 للصفر. هتلاقي بتقلب امتى؟ لما يكون كل اللي قبليها بواحد. بص بص ما قلبتش هنا ليه؟ طب ده بواحد بس دي بالصفر، ما قلبتش. هتلاقيها ما تقلبش الا لما يكون الثلاثه اللي قبليها بواحد. اذا هتوصل هنا واحدين عشان دي تقلب امتى؟ طبعا لما الكاونت بواحد ودي بواحد ودي بواحد و وكمان يعني هنا في اند جيت تاني وده كمان بواحد. هيوصل هنا واحد توصله هنا اهو يقوم دايل. ده اسمه يا جماعه 4 بت اب ريبل كاونتر. ده العداد اللي موجود في الاي سي. عايز توصل واحده كمان 5 بت، خد اند جيت هنا اهو وصل واحده. كانت 6 بت خد اند جيت وشغل بالطريقه دي. شوف سهل ازاي. ده اسمه يا جماعه، ده اسمه اب سينكرونس كاونت. طبعا ده 4 بت. طيب عايزين اب لانه بيعد لفوق طبعا. طب احنا دلوقتي عايزين نعمله بقى بالتي فليب فلوب. هو دلوقتي ده بالجي كي. السؤال هل ده جي كي؟ هل العداد ده معمول بالجي كي فعلا؟ لا ده تي. تصدق انه تي؟ لو ركزت شويه هتلاقيه تي. ايه الفرق بين الجي كي والتي؟ في لو وصل الاثنين جي كي ببعض كده اهو، مش انت لو عملت كده بقى ده تعرف اسمه تي صح ولا انا غلطان؟ مش كده؟ طيب ما انت لو وصلت دي بدهي كده اهو وقفلت دي كده بقت تي فليب فلوب، ما هي دي تي اصلا. ما هو الطرفين ده جي كي واصلين ببعض، اذا هي تعرف هي تي مش جي كي. فنفس الكلام بص كده الكاونت اهو هحولها بقى لايه؟ للتي. لو وصلت دول بعض وخدت واصله هتبقى التي اهي، تبقى دي واصله كده على طول. اللي بعديها وصل دول ببعض يبقى ده طرف تي، خده من هنا اهو، يبقى فينا اند جيت اهي اهي اند ما غيرتهاش اهي. بس بدل ما كانت بتدي الجي وكي هما الاثنين واصلين مع بعض، يبقى تدي التي على طول بقى، ما هي هي.
ودي كمان، دول اصلا كده حاجه واحده فوصلتهم بعض بقى ده طرف تي، فتاخد الاند ده اهي، اهي الاند اهي، وتوصل طرف تي بالمنظر ده. ودي كمان نفس الكلام، وصلت دول ببعض بقت تي، خد الاند ده اهي، اهي بقت تي بالمنظر ده كده. ماشي يا شباب، في اي مشكله؟ طب انا امسح دي، حد عايز السبوره دي؟ بتتساءل ازاي في الجزئيه دي؟ دي مساله درو، ارسل. طب باقي الاب كاونتر اللي موجود في الاي سي، طب تيجي نشوف الداون كاونتر برضه اللي موجود في الاي سي هات. لو قلت لك هنا درو نفس المساله اهو، بس هنا درو 4 بت داون سينكرونس كاونت، المره دي داون بقى مش اب. تعال نمشي بنفس الكلام، ادي كاونت سيكونس، كاونت سيكونس هو 4 بت، يعني في 4 فليب فلوب اهم. ركز بقى معايا عشان نشوف بقى مين الشاطر اللي هيصممهم من غير ما اقول له. A 3 2 A 1 A نوت، بس المره دي ده داون مش اب، داون بيعد 15 14 13 وهكذا. هتلاقي الاولاني 1 0 مش 0 1 بقى، 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 وهكذا. اللي بعديها بدل 0 1 هتلاقي 1 0 1 0، ده الكاونت سيكونس اللي هو داون، وطبعا بيعد بقى لغايه تحت يوصل لغايه 0 بقى. ده من 15 ل 0 مش من 0 ل 15 زي الثاني. المفروض ده في الاب بيبقى 4 اصفار 4 وحايد، هنا 4 وحايد 4 اصفار، 4 وحايد 4 اصفار. اللي بعديه كان 8 اصفار 8 وحايد، هنا بقى هيبقى 8 وحايد الاول 8 اصفار وهكذا. طيب نصممه ازاي؟ هنعمله الاول لو هو جي كي ايه يوزنج زي زميله جي كي فليب فلوب، وبعد كده نعمله بالتي نفس ما عملنا هنا بالظبط نفس الفكره. طيب باستخدام الجي كي ادي الاربعه فليب فلوب جي كي القواعد الاولانيه اهي، وادي الثانيه اهي، ادي الثالثه، ادي الرابعه. طب من نوع الاعداد سينكرونس، اذا الكلوك بالص واصله ليهم كلهم سينكرونس، يبقى كله واصل نفس الكلوك بالص اهو، اهو مش مختلفين. طب من نوع جي كي، يبقى دي جي ودي كي، ادي جي ودي كي اهو مفيش مشكله، وادي الطرف كيو بتاعك اهو اللي هو بيعد. تمام، ده طبعا ده جي كي زي ما قلنا، جي كي جي كي جي كي، وادي طرف الكاونت، ادي طرف الكاونت بتاعي اللي هو المفروض طبعا انه عليه واحد، لان الاعداد يعي، عشان الاعداد يعد يبقى عليه واحد، وادي نبضه الكلوك بالس بتاعتي. يلا بقى كده مع بعض نركز ونشوف، ادي الايه الثلاثه الاربعه فليب فلوب، ادي الفليب فلوب ايه 3 2 ايه 1 ايه نوت. عايزين نصمم الاول الاي نود عشان تمشي بالسيكونس ده، الصفر تقلب تبقى واحد، سوري الواحد يبقى صفر والصفر يبقى واحد. هتلاقي زي ما انت شايف عمال ايه كل نبضه كلوب بالص بتيجي الفليب فلوب اي نود عماله تقلب اهو، بص على طول كل كلوب بالص بتيجي بتقلب. طب ما هي كده كده كلوب بالص جايه، عشان كل نبضه كلوك بالص دي تقلب يبقى لازم نوصل هنا واحدين على طول مش كده؟ طب اجيب لها الواحدين منين؟ نفس الفكره، هتبقى زي اختها الاولانيه في الاب كاونتر، الفليب فلوب انود هنا كمان زي ما بص منك انا عملت تقلب اهو 0 1 0 1 اهو، هنا برضه كل كلوك بالص بتيجي بتقلب اهي صح؟ اذا عايز اوصل لها هنا واحدين فوريفر. طب اجيب الواحدين دول ازاي؟ ما الكاونت هنا بواحد، هقوم موصل ده كده على طول اهو بص، فلو بدا هنا بواحد هتيجي النبضه هتلاقي بعدها صفر، بعدها واحد، بعدها صفر، بعدها واحد، نفس السيكونس اللي ايه؟ اللي قدام ساعات. اذا الاولانيه هتاخد برده من طرف الكاونت بشكل مباشر. طب يبقى شاطر اللي يقول لي بقى، الثانيه دي بتقلب امتى؟ اه بتقلب هنا وهنا وهنا صح مش كده؟ طيب طبعا لو انا جبت لها
هي عشان تقلب بحط هنا واحدين، بس لو خدت من هنا هيبقى عليها واحدين على طول، فكل نبضه طلوب بلس هتيجي هتقلب زي زميلتها الاولانيه على طول. لا ده انا مش عايز كده. هتلاقيها بتقلب لو لاحظت، بص بتقلب هنا امتى؟ عشان اللي قبليها بكام؟ بصفر. طب بتقلب هنا ليه؟ عشان اللي قبليها بصفر. طب قلبت هنا ليه؟ قال لا، يعني هي دايما بتقلب لما تكون اللي قبلها بصفر. يبقى انا عايز احط هنا واحدين عشان دي تقلب، طبعا لما يكون الكاونت بواحد ده حاجه مفروغ منها. و و و يعني عندي جيت على طول. وايه بقى؟ واللي قبليها بصفر مش بواحد، يبقى بدل ما اخد من كيو اخد من كيو كومبلمنت. اهو بص كده تاخد من هنا. على اساس ان لما اللي قبليها بصفر تبقى كيو كومبلمنت بواحد. ليه خدت من كيو كومبلمنت؟ مش انت عايز هي تقلب لما يكون الكاونت بواحد واللي قبليها بصفر؟ فبص كده معايا. دي هتقلب امتى؟ هيوصل هنا واحدين امتى بالطريقه اللي انا كاتبها؟ لما يكون الكاونت بواحد واللي قبليها بصفر يبقى المعكوس بتاعه بواحد. يوصل هنا واحد عند واحد بواحد يحط هنا الواحدين. كده دي تقلب امتى؟ يوصل هنا واحدين تاني هنا امتى؟ هقولها تاني. لما يكون الكاونت بواحد واللي قبليها بصفر على الكيو يبقى كيو كومبلمنت بواحد. واحد عند واحد بواحد تحط هنا الواحدين تقوم بيقلب. تقصد كده يعني؟ اه اقصد كده. اللي عملته ده اسمه 2 بت داون كاونت سينكرونس. طبعا ده بيعد لتحت يعني 3 2 1 0 3. طب مش مصدق قول اي عده. 2 مثلا 2 ال 2 بعدها كام؟ بعدها 1. ما ده داون، خد بعدها 1 صح؟ نشوف مع بعض اهو. قبل ما ادي نبضه الكلوك بانس عشان اعرف ال 2 بعدها ايه؟ اللي هي هتبقى واحد لانه داون كاونتر. الاول احسب الانبوت بتاعت الفليب فلوبس عشان لما تيجي النبضه كل فليب فلوب تشوف الانبوت بتاعها ايه وتدي بقى العده اللي بعديها. طب ما الكاونت ده بواحد يبقى هنا كده في واحدين صح؟ طب لما تكون دي بواحد يبقى دي كده دي سوري دي بصفر اسف يبقى معكوسها واحد. يبقى هنا في واحد وهنا في واحد صح؟ يبقى دي تطلع لك واحد هنا يبقى هنا كمان في واحدين صح ولا انا غلطان؟ ادي النبضه وشوف. هتيجي النبضه هنا تقابل واحدين تقلب الواحد يبقى سوري الصفر يبقى واحد. النبضه هتيجي هنا تلاقي واحدين يبقى الواحد يبقى ايه رقم؟ الاثنين بعديها واحد ولا لا؟ والواحد بعديه صفر والصفر بعديه ثلاثه. وبعد يقول لك مش مصدقك. مش مصدقني؟ بعد العمر ده كله مش مصدقني؟ ماشي يا عم. انا مش هكلمك انت. انا هكلمك في الامتحان. وبعد يقول لك طب ثلاثه بعديها صفر؟ اه ثلاثه بعديها صفر. بص كده ثلاثة اهي اهي قدامك اهي. الايه؟ سوري الصفر بعديه ثلاثة. ماشي اه الصفر بعديه ثلاثة اسف. ثلاثة يبقى بعديها اثنين. سوري. الصفر بعديه ثلاثة اه. مش مصدقني شوف. الكاونت بواحد كده كده وصل لك هنا واحدين. قبل ما اعرف الصفر بعديه احسب الانبوتس بتاعت الفليب فلوبس الاول. طب هنا واحد يبقى هنا في كده واحدين. دي بصفر معكوسها هيبقى واحد. واحد عند واحد بواحد هيبقى هنا كده من في واحدين. هتيجي النبضه واحدين يقلب صفر يبقى واحد، واحدين يقلب الصفر يبقى واحد، يبقى الصفر بعديه ثلاثه. وجرب اي حاجه بقى، لو عايزين اجرب لكم اي حاجه مفيش مشكله سهل. طيب اللي بعديها اللي بعديها اللي بعديها بتقلب امتى يا جماعه؟ اللي بعديها بتقلب امتى؟ بص كده خلاص بقى اتفهمت اللعبه بقى، بتهيألي بقت بايخه بقى كده خلاص. بص بتقلب فين هنا؟ صح وبتقلب هنا. تقلب امتى؟ لما يكون كل اللي قبليها بصفار. بص عارف هنا قلبت ليه؟ اهو بص الاثنين بصفر اهو. طب هنا ما قلبتش ليه؟ هو ساعه ده بصفر بس ده بواحد. طب هنا ما قلبتش ليه؟ هو ساعه ده بصفر بس ده بواحد. هنا ما قلبتش ليه؟ عشان الاثنين بواحدين. فقلبت امتى؟ لما يكون الاثنين اللي ايه اللي قبلها بصفار. اذا اثنين هتقلب، عايز اوصل هنا واحدين عشان دي تقلب، طبعا لما الكاونت بواحد وده بصفر و و و يعني عندي جيت اهو ده بصفر ده اخد منين بقى؟ اهو ما هو لو مكان بواحد كنت باخدها من اللي قبليها على طول. طب لما كل قبلها بصفر تاخد من كيو كومبلمنت اهو. فلما يكون ده بواحد كاونت بواحد وده بصفر معكوسه يبقى واحد وده بصفر معكوسه يبقى واحد، هيوصل هنا واحدين هيوصلوا هناك كده دي هتقوم قلب. جرب اي حاجه مثلا الخمسه، خمسه هيبقى بعدها اربعه مش كده؟ خمسه هي واحد صفر واحد بعديها اربعه يا جماعه بعديها اربعه داون. طب نحسب بعد الخمسه كام ازاي؟ ركز معايا. الخمسه قدامك اهي. قبل ما تدي نبضه الكلوك بلس عشان تعرف الخمسه بعديها ايه، احسب الانبوتس بتاعت الفليب فلوبس.
هنا كده كده بواحدين. طيب دي بواحد يبقى معكوسها صفر، يبقى دي كده بصفر من غير ما ابص. هي طبعا صفر عندها، يبقى كده هنا في صفر، يبقى هنا كده في صفرين. الصفر ده يجي هنا برضو من غير ما ابص فوق في ايه؟ يبقى هنا كده في صفر، يبقى هنا كده في صفرين، صح؟ يلا يا عم ادي النبضه كده وشوف بعد الخمسه كام. هتيجي النبضه هتيجي هنا واحدين، تقلب الواحد يبقى صفر. النبضه هتيجي هنا تلاقي صفر صفر نوت شينج، يفضل الصفر صفر. والنبضه هتيجي هنا هتبقى نوت شينج، الواحد يفضل واحد. اذا بعد الايه؟ خمسه اربعه. داون كاونت. واللي بعديها بقى؟ اللي بعديها طبعا هتلاقي بتعكس هنا، هتلاقي دايما لما ايه؟ ما كل اللي قبلها بصفار، فلما يكون الكاونت بواحد وده بصفر، ده اللي بصفر يبقى معكوسه واحد، وده بصفر يبقى معكوسه واحد. الواحد عمال يمشي معايا اهو. طيب ولما يكون دي كمان بصفر يبقى يعني معكوسه يبقى واحد، هيقوم موصل لي هنا اهو كده واحدين، تقوم بيه قلب. تبقى تقدر تقولي بقى يا شاطر دي هتقلب امتى بالرسمه اللي قدامك دي اهو؟ دي تقلب امتى؟ يوصل هنا واحدين امتى؟ لازم يوصل لك هنا واحد. عشان يوصل هنا واحد لازم ايه بقى؟ لازم يكون ده بواحد، ولازم تكون دي بصفر عشان يبقى معكوسه واحد، ولازم تكون دي بصفر عشان يبقى معكوسه، عشان الواحد يفضل يعدي لغايه هنا، ولازم تكون دي بصفر عشان معكوسه يبقى واحد. يوصل هنا لوحدين دي تقلب. وجربها لو انت مش مصدق. ده بيعد من 15 لصفر، 7 هتلاقي بعديه 6، 11 هتلاقي بعديه 10. جرب اي حاجه، انا ما عنديش مشكله. جرب حاجه ولا سهله؟ تقلي سهله بقى. تمام. طبعا ده لو بستخدمه بالجي كي. طب لو استخدمه بالتي بقى؟ يوزنج تي فليب فلوب. اصلا هي تي، وانت اللي مش واخد بالك هي اصلا دي تي. لما الطرفين الجي كي يوصلوا مع بعض يبقى الطرف ده هو تي. فانت هتعمل ايه بقى؟ بص انا عملت ايه؟ عشان تبقى انت عارف ايه اللي حصل في التحويل. بص كده اهي، ده اللي انا عملته، ده اللي انا عملته بالظبط. دي كده اسمها ايه بقى؟ دي اسمها تي فليب فلوب. دي كده اهي اسمها تي فليب فلوب. دي الرسمه اللي انا هرسمها تحت اهي، احط دي كده تي ودي تي ودي تي، يبقى الرسمه اللي هرسمها هنا كانها بالتي فليب فلوب اهي. يوزنج تي اهي، ادي الاولى، ثانيه، ثالثه، الرابعه. اهو ادي يا عم نبضه الكلوك بالس، ما عندناش مشكله، هو اصلا سينكرونس، يبقى كله واصل له نبضه واحده اهي. ادي طرف الكاونت، ادي التي الاولانيه اهي واخده من هنا على طول دي اهي، انا شلت دي بقى كده وحطيت ده هنا، فالتي بتاعتها واخده من هنا على طول اهو. اللي بعديه دي تقلب امتى؟ ادي الكيو، ادي الكيو كومبلمنت، لما يكون الكاونت بواحد واللي قبليها بصفر اهي اهي، هيوصل واحد على التي ده اهي، فين دي تقلب. طب اللي بعديها دي هتقلب امتى؟ لما يكون الكاونت بواحد واللي قبلها بصفر دي واللي قبلها دي كمان بصفر، تقوم توصل واحد على التي ده اهي، تقوم تقلب. طب دي هتقلب امتى؟ احط واحد على التي بتاعتها، لما يكون الكاونت بواحد وده بصفر وده بصفر وده كمان بصفر، ويعني اند جيت. اهي ماشي يا شباب، ادي ايه 3، ادي ايه 2، ادي ايه 1، ادي ايه 0. ماشي يا شباب. المسائل دي بتجي لك درو، اقول لك درو 4 بت اب ريبل سوري اب سينكرونس كاونت، يا ترسم دي جي كي يا ترسم تي، انت حر، سواء دي سواء دي مش مشكله، براحتك اي واحده فيهم، بس طبعا التي اسهل يعني. تمام. العدادات دي موجوده في السوق، يعني تنزل تقول عايز 4 بت سينكرونس كاونتر هيدي لك دي في اي سي، دي موجوده في اي سي الرسمه دي، وطبعا انت ممكن تعملها في المعمل برضه. لو نزلت في السوق هتلاقي فيه عداد سينكرونس اب داون، يعني ده اب وده داون، صح؟ طب هل في دايره اب داون؟ اه في واحده اب داون موجوده في السوق برضه، تيجي نصممها، تيجي ندمج الدايرتين دول ببعض، دي ودي. انت مهندس بقى المفروض، عايزين عداد يعدي لفوق وتحت في نفس الوقت، عايزين ندمج الدايره اللي هي، بس ركز معايا، هدمج دي مع دي، دي مع دي في رسمه واحده. بص لهم بس قبل ما امسحهم. لا
لا ما هو انت اللي هتحدد له بقى يعد فوق ولا يعد تحت، اكيد في زرار تاني اب وداون. هو طبعا زميلك بيسال سؤال كويس، يقول لك طب هو هيعد ازاي يعني اب وداون في نفس الوقت؟ لا مش في نفس الوقت طبعا. هو هنا كان في زرار اسمه كاونت، لو ضغطت عليه بواحد هيعد لفوق لانه متصمم يعد لفوق، وزرار الكاونت ده لو ضغطت عليه هيعد لتحت لانه متصمم يعد لتحت، لكن لو تخليه يعد لفوق وتحت هيبقى ليكم زرارين بقى اب وداون. ضغطت على الاب وطبعا الداون بصفر يبقى يعد لفوق، ضغطت على الداون ويبقى ساعتها الاب صفر هيعد لتحت، هو عنده الامكانيتين. فنبضه الكلوك بالس اللي جايه، نبضه الكلوك بالس اللي جايه هتشوف انهي زرار انت ضغط عليه. لو ضغط على الاب هيعد لفوق يعني 7 يبقى بعديها 8، لو انت ضغط على الداون يبقى يعد لتحت 7 يبقى بعديها 6. تمام؟ هندمج الرسمه دي والرسمه دي، بص لهم عشان خاطر دقيقه كده، لا دقيقه كتير، في 3 ثواني عشان تعرف احنا هندمجهم ازاي. هحط لك الدايرتين فوق بعض ونقوم دمجينهم كده زي ما يكون عندك ايه ورقه شفاف كده وبتعمل ايه، هنحط الدايرتين جنب بعض دلوقتي ونوصل توصيله عشان ايه، عشان يبقى اب وداون. طيب نمسح ده ولا ده؟ امسح ده احسن، كلكم شايفين ده مش كده احسن؟ تعالوا نشوف بقى لو قلت لك بلو 4 بت اب داون سينكرونس كاونت. اب داون ركز معايا عشان تفهم الرسم، عداد بيعد لفوق وتحت، له زرارين، زرار اب وزرار داون. ركز بقى، 4 بت هنا اب داون. مبدئيا هو 4 بت كاونتر صح؟ 4 بت يبقى كام فليب فلوب؟ 4. ادي الاولى، اصحى معايا بقى، ادي الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. تمام؟ طيب كده 4 بت كاونتر. طب سينكرونس، سينكرونس يعني مصدر الكلوك بالس جاي من نفس المكان اهو، انا ماشي حته حته اهو اهو. طيب هنعمله بالايه؟ طبعا لو عملته بالجي كي هيبقى توصيلاته كتير قوي، فتعالى نعمله بالتي. يبقى زي انا كده في تي اهي، ادي الفليب فلوب الاولى، ادي الكيو بتاعتها، وادي الكيو الثانيه، طبعا دي اطراف العداد، وادي ايه الكيو بتاعتها ايه، ادي الاربعه فليب فلوب بتوعي، وهنشتغل بالتي اسهل زي ما قلنا اهي. حلو قوي، كلام جميل جدا. طب ارسم لي رسمه الاب دي الدواء، ارسم لي كده الاب. هنعمل زرار اسمه اب اهو وزرار اسمه داون. زرار الاب ده اللي هو زرار الكاونت بتاع العداد الاب، والداون ده هو زي الكاونت بتاع العداد الايه الداون اللي هو ده، يعني ده كده عشان يشغل الدايره دي، وده كده عشان يشغل الدايره اللي كانت هنا. تعالى نرسم دايرة الايه؟ الأب اللي أنا كنت لسه رسمها لك دلوقتي كانت هنا أهو. فاكر أول فليب فلوب مش كانت بتاخد التي بتاعتها بتاخد من هنا على طول؟ فاكرين؟ طب يبقى شاطر اللي يقول لي الفليب فلوب اللي بعديها كانت بتاخد واحد إمتى؟ لما يكون الكاونت بواحد واللي قبليها بواحد صح؟ فاكرين؟ فكان هياخد من هنا أهي، كان في أند هنا فاكرينها؟ أهي. اصحى معايا. طيب والتي بتاعت الفليب فلوب الثالثه او الجي او تي بتاعها كان بياخده امتى؟ كان بياخده من دي كده اند اللي قبليها صح؟ فاكرين دي؟ اهي ما بقولش حاجه كبيره على فكره. والاخرانيه كانت بتاخد من دي كده اند الكيو اللي قبلها مش كيو كومبلمنت اهي صح كده؟ اهي كانت كده اهو صح؟ اهي مش كده؟ طب وده اهي ارسم لي دي برضه على جنبها، ادي الداون اهو اللي هو الزرار الكاونت بتاع الداون ده. الاولانيه برضه بص الفليب فلوب الاولانيه واخده على طول من الكاونت صح؟ اذا دي كده بص معايا، بص معايا هتبقى هي كمان واخده من هنا على طول. يعني اعملها باللون الاحمر مثلا ولون تاني عشان تبقى ايه؟ خلي الداون ده نعمله بلون تاني.
نعمله بالأزرق أحسن؟ بالأزرق ده. أول فليب فلوب أهي قدامك أهي، ما مسحتهاش لسه، واخدة على طول أهي أهي، يبقى واخدة من هنا صح كده ولا أنا غلطان؟ طب التانية واخدة دي أند، بس الكومبلمنت بقى أهي، فدي كده هتاخد من هنا أهو أند الكومبلمنت ده أهي، في أند جيت أهي، الخارج ده بقى هو اللي هتاخده تحطه هنا، أنا بدمج الدايرتين مع بعض حطيتهم كده فوق بعض. طب والتالتة دي، دي اللي هي ده، التالتة اللي هي ده هتاخد من هنا اهو كومبلمنت مع ده اهي، ده كده كومبلمنت مع ده، واخد من كومبلمنت اهو. انا ما عملتش حاجه على فكره، انا برسم الدايرتين فوق بعض. طب والاخرانيه ده اهي، دي اللي هي ده هتاخد ده اهو اند مع الايه؟ مع الكومبلمنت بتاع اللي قبليها، فدي اهو كومبلمنت اللي قبليها اهي 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 اند اهي صح. انا كده ما عملتش حاجه على فكره، انا رسمت الرسمتين بس فوق بعض حلو. طب ركز بقى معايا، التي بتاعت الفليب فلوب ده، التي بتاعت الفلوب ده خليها كبيره كبيره بس شويه كده عشان تبقى شكلها اظرف. التي بتاعت الفليب فلوب الاولى هتاخد، قول معايا الطرف ده وده ولا ولا او ما ينفعش تاخد وي، هتاخد اب وده في نفس الوقت ما ينفعش وي، لكن او هتاخد ده او ده صح. او يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني اوربيت، اذا انا كده في اوربيتين. طيب التي ده هتاخد الطرف ده وده ولا ده او ده؟ ده او ده صح؟ اذا هنا كده في ايه بقى؟ في اوربيت. ونفس الكلام التي ده اهي هتاخد الطرف ده او الطرف ده، ما ينفعش واه، يعني مش هيعد فوق وتحت في نفس الوقت، هو بيعد فوق او تحت، الا هنا كده اهي. ونفس الكلام دي، ده بياخد الطرف ده ياخد ده او ده، تمام كده اهو حلو جدا. هي دي الدايره، تصدق ان ده بيعد فوق وتحت اب وداون؟ هتقول لي ازاي؟ طبعا دي دايره موجوده في اي سي بتتباع، هتشتريها على فكره، هنشتري دي هنستخدمها يعني. هتقولي طب دلوقتي انت بتشرح لي، اثبت لي، اثبت لي ان العداد ده بيعد لفوق وتحت حسب الزوايا اللي انت ضغط عليه بقى. لو حطيت واحد على الاب وطبعا الداون بصفر، هتلاقي تيجي النبضه الكلوك بس يعد لفوق. لو الداون هو اللي بواحد والاب بصفر، هتلاقي بيعد لتحت، تيجي النبضه يعد لتحت. تصدق؟ طب اثبت لك؟ اثبت لي. قبل ما اثبت لك عايز افكرك ان الاور جيت لو هنا في اكس عند صفر، صفر عند اكس بكام؟ باكس. يعني ايه؟ مش مصدق، جرب كده. لو الاكس دي بصفر، صفر عند صفر بصفر صح؟ والاكس دي بواحد، واحد عند صفر بواحد، اذا قيمه الاكس هي اللي عدت قدامك اهي صح؟ اذا اكس عند اور صفر باكس، لما بيكون طرف الاور عليه صفر، الطرف الثاني بيعدي زي ما هو. هقولها تاني الحته دي عشان خاطر، لما يكون طرف من اطراف القرب صفر، الطرف الثاني كانه سيل، كانها شورت سيركت. في مشكله؟ حلو. اثبت لي بقى ان الدايره دي لو الاب اللي بواحد هتعد فوق، ولو الداون اللي بواحد هتعد تحت، اثبتها لك. بص كده، نحط الاب الاول بواحد، اصحى بس عشان خاطر، والداون بصفر. ماشي؟ اصحى معايا، انا لسه قايل لك لما يكون طرف من القرب صفر، الطرف الثاني بيعدي يبقى شورت سيركت ولا لا؟ اصحى بقى، لما يكون ده بصفر، اللزق ده كله بصفر بقى، ما هو داون ده بصفر والسلك ده بصفر، وطبعا ده بصفر، ما هو دي اندات، وده بصفر وده بصفر. الله، ده انت لسه قايل دلوقتي لما يكون طرف قرب صفر السلك الثاني يعدي زي ما هو صح؟ السلك الثاني يعدي زي ما هو، السلك الثاني يعدي زي ما هو صح؟ يبقى بص كده على الدايره، الغي بقى ده كله، بقت دايره ايه اللي ظاهره قدامك؟ دايره الاب اهي، بص كده، انسى بقى اللزقه دي خلاص، والاورد ما الاورد دي خلاص بقت. شوف بص الدايره شكلها عامل ازاي، دي كده بص اهي، دي مين؟ دايره الاب اللي انا كنت راسمها هنا. شيل الاورد بقى، ما خلاص، ما هي ما الاورد بقت شورت سيركت، وده كده كده بصفر، يبقى دي دايره ايه؟ اهو يبقى الجزء الاسود ده هو اللي شغال بس بالدايره. طيب لو كان بقى الداون هو اللي بواحد والاب بصفر،
تعال كده نشوف ايه اللي هيحصل. شوف شكل، تخيل شكل الدايره، تخيل شكل الدايره بقى عامل ازاي. بص الطرف ده بصفر وده بصفر مش كده؟ ما هو ده بصفر واند يبقى ده بصفر، اند يبقى ده بصفر، اند يبقى ده بصفر. وانا لسه قايل لك الاور لو في طرف بصفر الطرف الثاني اللي يعدي، اذا الطرف ده اللي هيعدي صح؟ يبقى الدايره تبقى كده. بص مش كده ولا انا غلطان؟ اذا الغي الجزء الاسود الاندات السوداء دي ويبقى اللي شغال مين بقى؟ ده اللي شغال اهو. بص ده اللي واصل اهو الاسود ده سيبه بقى، يبقى قلبت على الداون، يبقى بتقلب على الاب والداون. متخيلينها ولا مش متخيلينها؟ واحد يقول لك يا عم انت برضه مش مصدق، حط لي رقم كده وجربه اب وداون واثبت. نجربها لك ولا مصدقين؟ بس انا مش مصدق على فكره. طيب عشان نصدق، لما تشتري العداد ده مش هتلاقي عليه طرف اب وداون، هتلاقي عليه زرار واحد ومع ذلك هيعد فوق وتحت. تعرف تعدل لي يا باشمهندس في الدايره دي عشان يبقى لها زرار واحد للاب والداون؟ هتقول لي زرار واحد ازاي؟ يعني صفر مثلا اب وواحد داون. نعمل ايه؟ ابيض يا ورد، مش حاجه خالص. انا عايز زرار واحد اسمه مثلا كاونت، مثلا لو حطيته مثلا بواحد يبقى اب، لو حطيته بصفر يبقى داون مثلا. نعمل ايه؟ ده اللي بقى اللي موجود في السوق بقى، ده واصل بيه الزرار لو هتعمله كده يبقى واصل جوه كده بالاب كده، وايه بقى؟ ومعكوس محطوط فين؟ في الداون. هتبقى ترتيبتها كده على اساس انك لو عم حضرتك الكاونت بواحد هيحط واحد على الارض وصفر على الداون، يبقى كده بقى بالفوق. طب لو انت جبته على الصفر هيبقى صفر على الارض وواحد على الداون، يبقى كده بيشتغل اب وداون بايه؟ بزرار واحد. ماشي يا شباب؟ على فكره شغل الهندسه هو اللي انا كنت بعمله لك ده، اللي انت يعني متضايق منه او يعني معلش. طبعا انا بحب التفاصيل شويه، بحب كل حاجه تبقى فاهمها يعني قوي، عشان انت عشان زي ما قلت لك عشان تعدل في حاجه لازم تكون فاهمها، عشان تعرف تعدل لازم تكون فاهم ولازم تكون متخيل ايه اللي بيحصل. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا كل اللي مطلوب في الايه؟ في السينكرونس كاونت. انا مش هتكلم عن ريبر النهارده، هخليه المحاضره الجايه، بس انا هقول النهارده ملحوظه بس مهمه في 10 دقائق عشان بس نبقى ايه؟ نبقى مستريحين شويه في المحاضره الجايه، ما نبقاش بنجري بقى ورا بعض. تمام؟ طبعا ده يجي لك انت السؤال ده، لو قلت لك درو 4 بت اب داون كاونت، ده اب داون. هتكلم دلوقتي على ملحوظه صغيره في اقل من 10 دقائق ان شاء الله عشان نطول عليكم. هتكلم على الكلوك بولز، هتكلم على الكلوك بولز. قلنا الكلوك بولز دي هي اشاره التزامن اللي موجوده في الدايره، اللي من خلالها كل اجزاء الدايره بتشتغل في نفس الزمن او نفس الوقت. فادي الكلوك بولز، ركز معايا عشان الحته دي هي اساس المحاضره الجايه. الحته دي بقى هي اساس المحاضره الجايه كلها، لازم تكون فاهمها، لازم تكون فاهمها كويس. الكلوك بولز زي ما انتم عارفين هي اشاره مربعه بالمنظر ده. اصحى معايا، دي نبض الكلوك بولز بتاعتك، افهم الحته دي وخلاص كده، مش عايز اكتر من كده النهارده. ماشي يا عم احنا عارفين الكلام ده، انت عملت ايه تطول فيها كده ليه؟ اقول لك ليه بس حالا، بس اصبر عليا. نبضة الكلوك بالس هي سكوير ويف او اشاره مربعه، تبقى بصفر تعكس تبقى بواحد، صفر واحد صفر واحد. ايوه انا معاك. الكلوك بالس هتلاقي فيها لحظات بتتحول من الصفر للواحد، اللي هي لحظات الصعود دهيت صح؟ دي بنسميها بوزيتيف ايج. دي كده اسمها يا جماعه؟ اسمها بوزيتيف، اصحى معايا، بوزيتيف ايج، الحواف الموجبه من نبضه الكلوك بالس. يبقى لحظات التحول من الصفر لواحد دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها بوزيتيف ايج،
يبقى دي كمان اسمها بوزيتيف ايدج ودي كمان اسمها بوزيتيف ايدج وهكذا. حلو. طيب لحظات تحول النبضة من الواحد للصفر لحاجة النازلة ده اسمها ايه؟ اسمها نيجاتيف ايدج. ركز معايا، يبقى دي كده اسمها بوزيتيف ايدج ودي اسمها نيجاتيف ايدج. دي كده اسمها نيجاتيف ايدج، دي كمان اسمها نيجاتيف ايدج، ودي كمان اسمها نيجاتيف. طب يعني وبعدين ايه يا فرحتي؟ ايه اللي انت يعني استفدنا ايه من الكلام ده؟ ايه يعني ايه الفايده؟ لا، الفلاب فلوبس اللي موجوده في السوق بتتصنف صنفين. هتقولي صنفين ايه؟ مش هم اربعه؟ مش جي كي وار اس؟ لا، مش 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 اربع انواع. ما احنا عارفين ان هم اربع انواع، ار اس ودي وجي كي وتي، دي انواع الفليب فلوبس. لكن اصنافهم كل نوع من انواع الفليب فلوب له صنفين. فليب فلوبس بتشتغل عند البوزيتيف ايدج، وفليب فلوبس بتشتغل عند النيجاتيف ايدج. يعني الجي كي فليب فلوب مثلا في منها نوعين، انت بتشتريها هقول لك انت عايز بوزيتيف ايدج ولا نيجاتيف ايدج؟ الاثنين جي كي فليب فلوب، بس في فليب فلوب بتشتغل عند البوزيتيف ايدج عند الحواف ده الزرقاء دي، وفي فليب فلوبس بتشتغل عند النيجاتيف ايدج. الفليب فلوب اللي بتشتغل عند البوزيتيف ايدج بتترسم كده. بص كده، ادي مثلا جي كي فليب فلوب اهي. لو بتشتغل عند البوزيتيف ايدج هتلاقي الكلوك بالص داخله بالطريقه دي. بص داخله كده، وادي نبضه الكلوك بالص اللي احنا عارفينها. لكن لو الفليب فلوب بتشتغل عند النيجاتيف ايدج هيبقى شكلها كده. بص اهي، نفس الفليب فلوب اهي، ادي الطرف كيو، ادي الجي وادي الكي، مش مشكله. بص بقى النبضه داخله ازاي اهي. بص وفينا نوت، يبقى الكلوك بالص في الحاله دي لما تلاقي الدايره دي على الفليب فلوب تعرف ان الفليب فلوب دي بتشتغل عند النيجاتيف ايدج، يعني عند الحواف السالبه، لحظه تحول النبضه من الواحد للصفر. الفليب فلوب ما بتشتغلش والنبضه بواحد زي ما انتم فاهمين، لا. الفليب فلوبس سريعه جدا، تمام؟ اول ما يعني الفليب فلوب دي اللي بوست ايدج والنبضه لسه بتطلع، لسه هنا بتشتغل، وبعد كده وتفضل نايمه طول الفتره دي، وتيجي هنا تشتغل هنا، تفضل نايمه طول الفتره دي اهي. لحظات اللي بتشتغل فيها الفليب فلوب دي اللي بتصحى فيها هنا وهنا وهنا بس، ان بتوين نايمه. الحته المهمه قوي، الفليب فلوبس ما بتشتغلش والنبضه بواحد، لا. الفليب فلوبس لو بص في ايدي بتشتغل عند النقاط دي، النقطه دي ودي ودي، ما بتحسش الا بالنقط دي بس، دي بس اللي الفليب فلوب بتصحى تشوف الانبوت بتاعتها بايه وتحسب الاوت، وتنام طول الفتره دي، هنا تصحى تاني وتشوف الانبوت بايه وتحسب الاوت، وتنام الفتره دي وتصحى هنا وهكذا. اما لو الفليب فلوب من نوع النيجاتيف ايدج يبقى بتشتغل عند الحواف السالبه، يعني ايه؟ يعني هنا الفليب فلوب تصحى وتشوف الانبوتس عليها ايه وتديك الاوت، وتفضل دايما طول الفتره دي، وتصحى هنا كمان وتصحى وهكذا. يعني لو انا مثلا هقول، هديك مثال صغير كده، مثلا ادي ناخد مثال صغير كده، مثلا بص على المثال ده وابقى خلصنا المحاضره. يعني مثلا انا هحط هنا اهو في المنطقه دي كده الجي بتساوي واحد والكي بتساوي واحد، واجي هنا اهو في الحته دي اهي احط الجي بتساوي واحد والكي بتساوي صفر، وهاجي مثلا هنا اهو، هنا مثلا، واحط الجي بتساوي واحد والكي بتساوي واحد. ماشي. تعال نشوف كده خارج الفليب فلوب دي هيبقى بتاعي. لو افترضت ان انا بادئ الاول بصفر يا جماعه، اصحى بقى كده معايا. طبعا الفليب فلوب دي بتصحى امتى؟ بتصحى عند النقط دي يا جماعه، النقطه دي اللي هي البوزيتيف ايدج، فبتصحى هنا وهنا 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 وهكذا. فتعال نشوف دلوقتي لو الاشاره كيو بتاعتي اللي هي الخارج ده هي بصفر دلوقتي، اصحى معايا. انت هنا حطيت واحد على الجي واحد على الكي، صح؟ انت متوقع طبعا ان واحد على الجي وصفر على وواحد على الكي الصفر يقلب واحد، صح؟ لا مش هيقلب.
ليه؟ لان انت اديتها صفر واحد في وقت هي كانت فيه نايمه مش صاحيه. هتفضل محتفظه بالصفر، الكيو هتبقى لسه بصفر اهي. هنا بقى هنا اهو الحته دي تبدا الفليب فلوب ايه بقى تصحى. هنا صحيت. طب هي صحيت هنا ليه؟ اسا بوست ايدج. صحيت بص لما صحيت صحيت من النوم اهو. قال لها ابص على الانبوت قال لا ده انا عليا وحدين. طب ما اشتغل بقى. تقوم عامله ايه هنا بقى؟ في اللحظه ده هي بس تقلب الصفر يبقى واحد. حلو؟ اصحى بس معايا. وبعد ما اشتغلت في الحته دي تنام تاني. فنامت. وفضلت الكيو بقى الوقت بواحد. فجأة عند النقطة ده ايه؟ النقطة ده ايه؟ أنت خليت الجي بواحد والكي بصفر. طبعًا واحد على الجي وصفر على الكي تقول لك ده حالة ريسبت خزن صفر، لا هتفضل عليها واحد. ليه؟ لأنك غيرت لها الإنبوت في وقت هي فيه نايمة. هتفضل محتفظة بالواحد، برغم الواحد على الجي وصفر ده حالة ريسبت، هتفضل محتفظة بالواحد. لغاية هنا تصحى بقى، بص هنا تصحى. بص معايا صحيت. صحيت من النوم. ايه ده؟ ده انا عليا واحد على الجي وصفر على الكي. خليها بقى لا خليها سوري خلي ديت معلش دي خلي صفر وخليها واحد. عشان تبقى ريست يعني معلش. تصحى من النوم عند النقطة دي بس كانت نايمة طول الفترة دي. تبص تلاقي في واحد على الكي وصفر على الجي ده حالة ريست. تقوم تعمل ايه بقى؟ تشتغل دلوقتي بس وتحول تاني الكيو لصفر. وتفضل نايمة 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 عند النقطة ده اهي انت غيرت الجيب واحد والكيب واحد. هل انت متوقع ان هنا هيحصل اكسشينج ان الصفر يقلب واحد؟ لا مش هتقلب واحد. ليه؟ لان اديت لها واحد واحد في وقت هي كانت فيه نايمة. هتستنى الفترة دي لغاية ما يجي الوقت اللي بتصحى فيه هنا اهو وتصحى. لما تصحى تبص قال لها واحدين اقلب. هتقوم هنا اهو بس تقوم يعني ما قلبتش هنا قلبت هنا اهو وهكذا. يبقى خلاصه الكلام الفليب فلوب لو بالشكل ده تبقى بوست يعني ايه بوست ايدج؟ يعني ما بتحسش من نبضه الكلوك بالز الا بالتريجر دي دي ودي 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 بس. ان بتوين الفليب فلوب نايمه حتى لو اتغير الانبوت بتاعها ما تتاثرش. فكل ما تيجي بوست ايدج تصحى تشوف الانبوت بكام وتحسب الايه؟ الاوتبوت المناسب. على عكسها بقى الفليب فلوب الثانيه دي دي تشتغل عند النيجاتيف ايدج. هعدي مثال زي ده وابقى خلصت. افترض ان انا عندي ادي نبضه كلوك بالز اهي يا عم وتعالى برضو نغير الجي والكي ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا بالنسبه للفليب فلوب دي بتشتغل عند النيجاتيف ايدج يعني في اللحظات ده يا جماعه ده لحظه تحول من واحد للصفر. حلو؟ تعالى نفترض انها مبدئيا بصفر وتعالى ندي برضو نفس القيم. تعالى ندي نفس القيم مثلا هنا اهو هدي الجي بتساوي واحد والكي بتساوي واحد وهنا اهو خلينا نفس المثال هدي الجي بتساوي صفر والكي بتساوي واحد وهنا اهو برضو هنا اهو هدي الجي بتساوي واحد والكي بتساوي واحد. اللي بيخبط ده بس معلش قدامنا 10 دقايق ونخلص المحاضره مش شايف حد اصلا. ماشي يا شباب؟ طب تعالى نفترض مبدئيا انها عليها صفر. ركز بس معايا. هنا هيحصل حاجه غريبه جدا. بص الكيو دلوقتي بصفر. الكيو دلوقتي بصفر اهي. كيو بصفر. عند الوقت ده انت حطيت جي بصفر والكي بصفر. الجي بواحد اسف والكي بواحد. في النقطة دي. لكن للأسف للأسف الفليب فلوب هنا نايمة هي تصحى هنا هنا نايمة وبالتالي مش هتحس بالواحدين والجي أو الكيوب هتفضل بصفر زي ما أنت ماشي كده. بص بص أهو. يا جماعة الناس اللي بتخبط يا جماعة قدامي 5 دقايق خلص. هتيجي عند النقطة ده صدق قمت مغير الجي بصفر والكي بواحد. الله يعني معنى كده ان الانبوت اللي انت حطيته هنا ما اثرش حاجه. تصدق؟
الفليب فلوب لسه نايمه. هنا بقى تصحى، هنا تصحى. اول ما صحيت هتبص على ايه؟ على الامبتس بتاعتها، تلاقي واحد على الكي وصفر على الجي، دي عمليه ايه بقى؟ دي ست. طب يعني مخزن صفر تفضل قيمتها بصفر. طيب جت النبضه دي، انت ما غيرتش الانبوت، لسه الانبوت بصفر واحد. هتصحى هنا تاني، هتصحى هنا تاني، بس في الفتره اللي انت ما غيرتش الانبوت خليها بصفر واحد يعني ريسيت. طب يعني في النقطه دي كده هتصحى تلاقي برضه ريسيت يبقى بصفر. جت عند النقطه دي حطيت الجي بواحد والكي بواحد، صح؟ له تاثير؟ ملوش تاثير، لانك اديتها في وقت كانت نايمه فيه، هيفضل برضه بصفر بمعنى ان واحد واحد ده المفروض اكستشينج، مش هتعمل اكستشينج. بص هتيجي عند النقطة دي مش هتشتغل، لأن دي بص الإيدج مش نيجاتيف لغاية هنا، تصدق؟ هنا بقى تبدأ تصحى. صحيت من النوم تبص تلاقي عليها واحدين، عليها واحدين، أقلب بقى، هنا بس هتبدأ تقلب الإيه؟ الصفر يبقى واحد. وهكذا. خلاصة الكلام، الفليب فلوب اللي بالشكل ده بتشتغل عند النيجاتيف إيدج، يعني ما بتحسش من إشارة الكلوك بارس إلا باللحظات التحول من الواحد للصفر ده بس. ما بتصحاش إلا في النقط دي. اول ما تصحى تشوف الدخل عليه ايه وتحسب الايه الخارج المناسب. ماشي يا شباب، الحاجات دي مهمه جدا، الحته دي مهمه قوي، دي اللي هعتمد عليها ان شاء الله المحاضره الجايه في ايه في الشغل. طبعا بالنسبه لل الفليب فلوب دي بتشتغل فين؟ بتشتغل فين؟ دي عند البوستف اهي، بوستف اهي. هتقولي طب افرض انا عملت الايه العداد ده بالنيجاتيف، هتفرق؟ يعني لو خليته نيجاتيف هتفرق معاك؟ هيفرق في السيكونس بتاعه؟ مش هيفرق. عارف ليه؟ يبقى شاطر اللي يقول لي ليه. هو الفكره بس ببساطه، لو كان بيشتغل عند البوستيف ايدج ففي كل نبضه هيحس بايه؟ بلحظه الصعود. ولو كان بيشتغل عند النيجاتيف ايدج في كل كلوك بالس هيشتغل عند لحظات الايه؟ النزول. وكل كلوك بالس فيها الاثنين. بص بص النبضه دي، بص فيها الطالع والنازل، فيها الطالع والنازل. فانا كنت بقول لك ايه؟ اما بتيجي النبضه بيشتغل، لان ساعتها ما كنتش قلت لك بقى بوزيتيف ولا نيجاتيف، مش هتفرق بوزيتيف ولا نيجاتيف. اللي شغال عند البوزيتيف هيشتغل هنا، ادي النبضه جت اهي، النبضه جت اهي، هيشتغل هنا ويفضل نايم لغايه كده. طب لو كان بيشتغل على النيجاتيف هيشتغل فين؟ هيشتغل عند دي. المهم ان لما تيجي النبضه هيشتغل، فمش فارقه في السنكرونس كاونتر في كل نبضه في كلوك بالس هتيجي هيشتغل كل الفليب فلوبس، سواء شغال بوزيتيف ولا نيجاتيف، لان النبضه مكمله فيها الاثنين. بص النبضه كامله دي كده، دي كده نبضه كامله، فيها واحده اتنين، دي نبضه كامله فيها دي ودي. فبتيجي النبضه سواء الليفل بالنوع البوستيف او النيجاتيف هيشتغلوا، لان النبضه فيها البوستيف وفيها النيجاتيف. ماشي يا شباب؟ حد عنده اي مشكله؟ قبل الاسبوع الجاي ان شاء الله. اتفضل.